هلا والله وسهلا. يا مرحبا، كيف حالكم؟ اسمعوني، ما في كلام واجد، انا في مكان مسوي عرض مو طبيعي. ماني بقال لكم مكان لاني ابيكم تسمعون العرض. اول شيء تشتري كنب لبيتك في الصاله ولا في المجلس اللي انت بي بقيمته، زين؟ تشتري طاوله الطعام ب 1599 ريال، يجيك 1599. لوه بسعره، لوه سعره 20,000، اعطوك اياه ب 1599 ريال. تشتري غرفه النوم، قل شريت غرفه النوم ب 12,000، ناقص كل كنب حق الصاله، تروح تاخذه ب 1599 ريال. حتى لو سعره ب 20,000 تاخذه ب 1599 ريال. لازم تدفع القيمه الاعلى وبعدها تاخذ الثاني اللي هو قيمته اقل ب 1599 ريال. طيب خلوني اوضح لكم اكثر. طبعا انا في سيتي دبليو، خلوني اوضح لكم اكثر. هذا الطقم قيمته 19,550 ريال. هذا الطقم طبعا ابو عبد العزيز الله حيه، هو اللي بيشرح لنا كل شيء. كل شيء، شوف ايش ماسك ورقه، ورني ورقه. 1599 ريال، شايفينها؟ هذا قيمته الان 19,550، وهذا كم قيمته؟ هذا قيمته قبل خصم 18,550، بعد خصم 12,950. لكن انا اقول لك لا تدفع هذولي كلها، تدفع لي 1599. طيب شل لي هذه يا جل، شلها. شفت كم طلع؟ طلع ب 1599 ريال. هذا طبعا الكلام ما ينطبق فقط على الكنبات، تقدر تاخذ الكنب وترقى فوق وتاخذ لك غرفه نوم. اهم شيء انك تدفع اللي هي القيمه الاعلى للكنب او لغرفه النوم وتاخذ كنب اقل قيمه. طبعا جميع المنتجات اللي موجوده عندنا في المعرض، خلاص انتم الحين سمعتوا العرض وعرفتوه، خرافي. تدفع قيمه واحد والثاني ب 1599 ريال. وهذا شوف الكنب الجميل، شايفين؟ حتى لو تقول ما بياخذ قطعتين، باخذ قطعه واحده. الله اكبر، مسوين خصم. هذا صار ب 8550 ريال. الله اكبر. خلينا بس نسمع الاذان وارجع لكم اكمل لكم في الاعلان. طبعا المكان هذا اللي صورته لكم، هذا كله القسم قسم اشلي. طبعا دبليو سيتي موزع معتمد لاشلي. حتى بعد لو رحت لاي مكان وحصلت الكنب ولا الطاوله ولا اي شيء خاص لاشلي باقل قيمه من المعرض، تجي للمعرض وتعطيهم السعر، وش يسوون؟ يخصمون لك عليه 10%. يعطونك نفس سعرهم ويخصمون لك عليه 10%. شوفوا هذا بكم؟ 8,950 ريال. هذا الطقم كامل. حتى بعد لو تشتريه تقدر تاخذ الطاولة هذه ب 1550 ريال. هذه تطلعك ب 1550 ريال وتدفع قيمة 12,950. هذه بعد من قطع آشلي، شايفين؟ واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس قطع. أنا حبيت أقولها لكم لأنها كذا مرتبة وجميلة صراحة. شوف أنا قلت بأخذ جولة في المكان اللي هو يعتبر نيو كلاسيك كله كامل، هذا المكان. وفيه برضو هنا غرفة نوم جميلة صراحة، يعني سمبل هادية الغرفة. طبعا ترى هذا يعتبر اللي هو الطلاء المائي اللي هو صديق للبيئة، حتى ملمسه غير، شايفين؟ وهذه اللي هي غرفة النوم برضه جميلة، تكتكة مرتبة صراحة. نوريكم، حلو جميل. الحين نبدأ للناس اللي يحبون الكلاسيك. كلاسيك هذه، شوف القسم هذا كله كامل، طاولة طعام، وهذا الدولي اللي دائما تحط فيهم مواعين. شوف هذا كلاسيك 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 للناس، وطبعا عشاقه ما شاء الله تبارك الله كثير، شايفين؟ ما شاء الله. وهذا برضو، هذه الطاولة ما حد يختلف عليها، جميلة. بس في ناس يقول والله ودي اغير لون حق الكنب. طبعا عندهم عدة الوان، تجي انت وتختار الطاولة
ويعطونك اللي هي الالوان تختار اي لون تبغاه. وشوف هذا 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 اللون جميل اللي هو الاخضر الغامق شوي. طبعا الطاوله ترى يجي منها 10 اشخاص او 8 الطاوله هذه. بصورها لكم لانها مره جميله انيقه. هذا كله ذا فاكتوري طبعا تبعهم، وهذا خط انتاج خاص لهم. يعني بتجي بتحصل هذه الاشياء موجوده عندهم هنا فقط. شايفين؟ طبعا ما راح اصور لكم واحد واحد، ولكن قلت اصورها لكم من فوق عشان تكون واضحه لكم. طبعا انتم شفتوا العروض وشفتوا كل شيء صورته. طبعا هذه العروض كلها موجوده في شركه المطلق في دبليو سيتي في رومز، مو في مكان واحد. طبعا ترى موجودين جميع اغلب انحاء المملكه، وبنزل لكم بوست وبحط لكم الاماكن الموجودين فيها.